يقوم بمشي غسل الكبد، يعني غسل جميع الأعضاء. هذا المدل بماء هو جيد حتى للرئة. احنا الناس اللي عندهم أمراض صدرية، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه إذا تغسل مزيان بالمسخون، كيتغسل مرتين بالمسخون ثم يترطب في الماء لمدة 24 ساعة ويشرب هذاك الماء ديالو. هذاك الماء كيولي يستخرج جميع المواد الدائبة من الأملاح المعدنية والفيتامينات، كيستخرجها من الحمص والانزيمات كذلك كيتستخرج من اللي كنشربوه. علاش الناس كيقولوا بوصفير؟ ما هو ما هي ماشي بوصفير، هو غير ديتوكس كيدخل في غسل الكبد، لانه كيحيد تراكم الكينولات وكيهبط لهذوك الترانزامينات، يعني كيرجعوا التركيز ديالهم العادي. فهو يقوم بمشي غسل الكبد، يعني غسل جميع الاعضاء. هذا الماء ديال بماء هو جيد حتى للرئه. احنا الناس اللي عندهم امراض صدريه جيد لها هذا ماء الحمص. كل جميع الناس ممكن يرطبوا الحمص ويشربوه، ماشي مشكل. ولكن ما عايش احنا بعد غسله طبعا. نعم، غادي تغسل مرتين باش ما يكونوش فيه مبيدات ولا حاجه، يعني تغسل مرتين بالماء سخون ثم يتنقع في الماء، يترطب في الماء لمده 24 حتى 48 ساعه، ماشي مشكل. وفي الصباح يشربوا وهذاك الماء ديالو يتشرب. يشرب ماء الحلبه، يشرب ماء الحمص، يشرب ماء الشعير كذلك، ماء الشعير، يشرب ماء القمح، جميع الحبوب تنقع وتشرب. يشرب ولكن يشرب ماءها طازج. يعني ما مغليش وما غير يكون الماء اللي يرطبوا فيه هذا يكون مغلي، يكون نقي، ويكون ماء معدني شي حاجه، يكون نقي، يكون ماء شروب. وممكن يعني يشربوا هذا الماء ديالو، هو يساعد على الديتوكس، يعني على غسل الجسم. الحمص اليابس، ولكن عموما القطاني معروفه بحمض الفوليك ومكون الموليبدان، ومكون الموليبدان هو الذي يقي الجسم من تسممات الكبريت، خصوصا هذه الغازات التي نستنشقها من الهواء، يعني من جراء التلوث. فهذا الموليبدان، معدن الموليبدان، هو عمله انه يحفز هذا الانزيم الذي يستخرج او يحلل مكونات الكبريت داخل الجسم. هذه السلفيت اوكسيداز. ولان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق منظم ومدقق جدا، لان لا يمكن ان ترقى العلوم الى تفسير بعض التعقيدات في خلق الله سبحانه وتعالى. هي من معجزات هذا الخلق ان الانزيمات والهرمونات انها تضبط الجسم. ولذلك لما خلق الله سيدنا ادم عليه السلام من تراب ونفخ فيه من روحه، فهذا النفخ هو يعني كل شيء، يعني الحياة. ومعنى الحياة أن الجسم يحيا، ويحيا بهذه الهرمونات وبهذه الأنزيمات، فهو يأخذ طاقة بالأنزيمات، وهو يقي نفسه بالهرمونات وبالأنزيمات، وهو يتخلص من الأمراض بالأنزيمات وبالهرمونات. مكونات أخرى يعني مثل مضادات للأكسدة، مثل أشياء كثيرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى للبشر دون أن يلتجئ مثلا إلى 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 أدوية. فتم الخلق وتمت التسوية، كما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فتركيب الإنسان على هذه الصورة هو اختارها الله سبحانه، وهي من أجمل الصور في الطبيعة. ليس هناك خلق يعني يشبه يعني صورة الإنسان، ولا حتى حركات الإنسان. أنا نلاحظ أن لاعب الكرة مثلا يجري بكرته، وأن الشخص يمشي على دراجة، يعني دراجة عادية يركب عليها ثم يأخذ توازن على رجل واحدة، وهناك من يقطع نهر على حبل أو على يعني عمود. فهذه حركات جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان، أنه يسبح في الماء، وأنه يتسلق الجبال، وأنه يمشي على رجلين، ولم لا يمشي على أربع، على رجلين يعني. وهذا خلق يمتاز به الإنسان. فأنا أقول دائما أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الجسم في توازن وفي تدقيق، وأحسن الله سبحانه وتعالى هذا الخلق. ولا يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى بشر ويكرمه يعني ويسخر لكل شيء في هذه الطبيعة، ولا يخلق له أشياء في الطبيعة. في الطبيعة فيها هواء، يعني بدون حياة بدون هواء. والكرة الأرضية هي الكوكب الوحيد الذي فيه هواء، في أكسجين في الهواء، يعني كاين كواكب أخرى فيها كبريت عوض الأكسجين. ثم أنه خلق الماء، والكوكب الوحيد الذي فيه ماء هو الأرض. ولذلك وخلق كذلك القوت، مكونات الحياة الثلاثة هي الهواء أكسجين، هي الماء، يعني وهي كذلك القوت. ثم لما تجتمع هذه المواد في الجسم، إذا نقص أحدها فيكون الجسم في حرج. إذا نقص الأكسجين يكون الجسم مريض، إذا نقص الماء أو تلوث يكون الجسم مريض. كذلك التغذية، إذا نقصت عناصر غذائية يكون الجسم كذلك ناقص. يعني يلاحظ الناس أن تركيز الحديد مثلا في الدم، إذا نقص 0.4 أو 0.5 يحس الشخص بضعف شديد. يعني مش ضروري ينقص بجرام، يعني ولكن ينقص ب 0.6 وأنا أحس بالأنيميا وبفقر دم. ثم أن الحديد فيه بأس شديد كذلك لجسم الإنسان، لأن وأنزلنا الحديد فيه بأس
شديد ومنافع للناس، منافع نعم نعمل به، ولكن هذا البأس الشديد كذلك في جسم الإنسان لما ينقص الحديد في الجسم طبعا نحس بضعف ولا ليس هناك قوة. الأملاك من خلق الله، هو من خلقه ومن معجزات الله. يكفي البشر أن يأكل ما خلقه الله فقط. يعني هناك لائحة سبعة، الآن سبعة قطن، كان أكثر من قبل لما خلق الله سبحانه وتعالى الأرض، كان أكثر بكثير لأن هناك أنواع اندثرت، ولكن كان يعني هناك أنواع كثيرة بالآلاف، تعد بالآلاف. فنحن نكتفي الآن ببعض الحبوب، نكتفي ببعض القطن، نكتفي ببعض الخضر أو بعض الفواكه، ولكن الخلق كان أكثر بكثير مما هو عليه الآن، وكان الإنسان أشد مما هو عليه الآن. ولذلك نحن الآن في عصرنا الحاضر كان هناك عصور جرثومية، يعني كانت أمراض جرثومية تؤدي بحياة آلاف من البشر دفعة واحدة، يعني الأوبئة مثل حمى التيفويد، مثل السل، مثل الجدام، مثل الجدري، هذه الملاريا، هذه أمراض أودت بحياة كثير من الناس حتى أن ممكن أن تبيد يعني منطقة كلها. الآن عندنا أمراض أخرى هي تترتب من التسممات الداخلية، لمنها سرطانات، لمنها الحساسية، لمنها أمنيع. من جهة أخرى أن القطاني تشترك في كل المكونات، ولكن هناك أشخاص يفضلون الحمص، وآخرون يفضلون الفول، أشخاص يفضلون الفاصوليا، أشخاص يفضلون العدس، ولذلك هذا التنويع هو على جاء على اختيار الناس، أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وخلق لهم كل هذه الأشياء. فالحمص يشترك مع القطاني الأخرى في مكون حمض الفوليك والمولبدان، كذلك البروتينات والألياف الخشبية الدائبة، ثم يشترك معها في كونه يحتوي كذلك على النحاس. والقطاني هي غنية بالكلور والفوسفور وكذلك الكبريت. لماذا غنية بالكبريت؟ لأنها غنية بالبروتينات، وهذه البروتينات تحتوي على بعض الحمضيات الأنينية المكبرتة، يعني فيها روابط من الكبريت، فلما تحلل داخل الجسم فهي تحرر هذا الكبريت، ثم يذهب إلى الدم طبعا. ونعلم جيد أن بعض الأملاح يعني مثل الكلور ومثل الفوسفور هي مهمة جدا، خصوصا الكلور، لأن الكلور هو الذي يقي الجسم من تقرحات الجلدية ومن تساقط الشعر والأظافير وما إلى ذلك. ثم أن الفوسفور هو موصل عصبي كذلك الجهاز العصبي، والفوسفور ضروري لأنه يوجد كذلك في الحمضيات النووية لجميع الخلايا. الفوسفور يعني مع المغنيسيوم والكالسيوم، هذه الأملاح تعمل كذلك على المزاج وعلى تهدئة الأعصاب، وهذه التيارات العصبية الزائدة التي نسميها الإكسترا إكسيتيشن، هذه لا تكون عند الأشخاص الذين يعني تتوازن تغذيتهم. ولذلك هذه القطاني فخلقها الله سبحانه وتعالى ليس لتسد يعني حاجة الجسم من البروتينات، وإنما كذلك ليقي بها الله سبحانه وتعالى هذا الجسم. خصوص وأن حمض الفوليك الآن مهم جدا للمصابين بالسكري، مهم جدا للمرأة الحامل لأنه يساعد على تكون المخ، وحمض الفوليك هو حافظ من السرطان. الحمص الطري فيه فيتامين سي أكثر من اليابس، ولكن حمص اليابس كذلك فيه فيتامين سي، وفيه مكون نياسين B3. هذه الفيتامين B3 هي جيدة كذلك لاستقلاب السكريات، وهي تساعد المصابين بالسكري على استخراج الطاقة من السكريات بسهولة. هذه أشياء يعني تمتاز بها القطاني. والحمص كما أقول هو يعني يشترك مع القطاني في المولبدان والفوسفور والأملاح المعدنية الأخرى، ولكن ينفرد بهذه الأملاح مثل النحاس والنياسين، ومكون فيتامين A ومكون فيتامين C. والفيتامين A نعلم أنه مهم جدا لأنه لتخطو الدم، لكن يجب أن لا تكثر النساء من الفيتامين A خصوص في الشهور الأخيرة، لأنه يجمد الدم وقد يكون هناك مشكل. فعلي من الأحسن أن تستهلك النساء الحوامل القطاني أو الحمص على الخصوص يعني في الشهور الأولى، ومهم جدا إذا كان منقوع في الماء.